اهلا بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي برنامج طبيب البلد. لكل داء دواء، ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالصحه، عشان كده ادانا مسؤوليه كبيره جدا في الاهتمام بيها. من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كمان انه بيدينا اشارات كده قبل وقوع اي مرض، ودي بتكون انذارات عشان نبتدي نتحرك. بنعالج اي تعب، اي مشكلات بتظهر على حالتنا او الحاله اللي بتتدهور لا قدر الله الى الأسوأ لو ما لحقناش في البدايه. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن هرمون من الهرمونات والمعلومه الطبيه اللي بنحاول قادرين ان احنا نقدمها كل مره في طبيب البلد. الغده الدرقيه او هرمون الغده الدرقيه. بعض الاطباء والخبراء بيوصف الغده الدرقيه بان هي المحرك اللي بيتحكم بهرمونات الجسم. الغدة طبعا معروفة أنها مسؤولة عن مد الجسم بالطاقة، هي كمان بتساعد الجسم في تحسين الأداء في التمثيل الغذائي للجسم بالتحديد، فبالتالي بتتحكم في وظائف القلب، العضلات، الجهاز الهضمي، وكمان تطور الدماغ وسلامة العظام. الغدة الدرقية بالتأكيد هي مهمة جدا لوظائف الجسم، وأي خلل في عمل الغدة الدرقية بيؤدي إلى خلل في الوظائف، وبتبدأ المشاكل الصحية ممكن تتفاقم يوم بعد يوم، وبتؤثر على الصحة بالتأكيد. بيحتاج الجسم كمان أو أعضاء الجسم بشكل كامل إلى هرمونات محددة بكميات مناسبة ليعمل بشكل صحيح. أبرز الأعراض المسببة لها الغدة الدرقية في حالة القصور، قصور الغدة الدرقية، هي زيادة الوزن، التعب، ضعف العضلات، بطء سرعة ضربات القلب، كمان ما يعرف ببطء القلب، زيادة الحساسية تجاه البرودة، دي أيضا من الأعراض، الإمساك، انتفاخ الوجه، خشونة الصوت وخشونة الشعر وملمس الجلد، غزارة كمان النزيف بالتحديد للسيدات أكتر من المعتاد في دورات الحيض أو عدم انتظامها، بيرفق معها الشعر ونزوله وتساقطه بشكل كبير، الاكتئاب، مشاكل الذاكرة، وتفاصيل كتير جدا كان معناها لحضراتكم في التقرير التالي، وبعدها نرجع لكم إن شاء الله. أهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقرة جديدة من طبيب البلد. مشاكل البشرة اللي بتكون مصدر قلق لأغلبنا، زي مثلا أكسدة البشرة، الإسمرار، حب الشباب، المشاكل الكتير اللي بنعاني منها سواء كان بنات أو ولاد، خاصة بداية سن المراهقة وبداية ظهور الحب الشباب ده أو معالجاته اللي بتكون أغلبنا ما بيعالجهاش بالطريقة المظبوطة، وبالتالي بتحصل مشاكل كتير بيفضل معانا العمر كله لو ما تعالجتش صح. طيب ايه الطرق الجديدة؟ ايه الوصفات اللي احنا ممكن نعرفها علشان نقدر نحافظ على بشرتنا ونحافظ على جمالها؟ ما نلجأش بعد كده لحاجات ممكن تدخلنا في تفاصيل كتير، وممكن كمان ما يكونش حد متخصص يقول لنا على الحلول الجذرية للموضوع ده. كمان مشاكل الشعر، مشاكل الشعر حقيقة من الحاجات اللي بتضايق كتير جدا السيدات، عايزين يحافظوا على شكل شعرهم، النضارة بتاعة الشعر والحيوية بتاعته، وكتير من التفاصيل في عالم الشعر والجمال هتقولهن النهاردة دكتور سارة الحسيني، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. أهلا بك يا دكتور. أهلا حبيبتي، نورانا، ربنا يخليك. عايزة أبدأ مع حضرتك في البداية كده، سواء بقى بشرة أو شعر، الاثنين في الحقيقة من أهم الحاجات في حياتنا. العيادة كلها بشرة وشعر. أيوة طبعا. طيب أبدأ مع حضرتك بقى البشرة، المشاكل اللي بتظهر على البشرة بداية من سن 12 سنة لحد تقريبا 24، هي أكتر مرحلة بتظهر فيها الحبوب والمشاكل، وفي حاجات بتوصل لمراحل كبيرة جدا جدا، ده نتيجة العلاج الخطأ أو التعامل الخطأ في المرحلة دي بالتحديد، صح. واللي بعد كده بيفضل مع الشخص ده ممكن يكون العمر كله، صح. أبدأ إزاي أهتم بشرتي؟ أخد بالي إيه مشاكل حب الشباب اللي حضرتك واجهتيها الأكتر والأبرز؟ أول حاجة موضوع حب الشباب، إحنا أول ما بنبدأ نكبر ونبدأ نوعى على الدنيا بتبدأ بشرتنا تثبت حضورها، فيبدأ الناس أصحاب البشرة الدهنية أو البشرة المختلطة يعانوا من مشكلة الحبوب، الرؤوس البيضاء، الرؤوس السوداء. الحقيقة هي مشكلة تظهر انها بسيطه جدا، لكن هي في الاخر لو ما تعملناش معاها صح النتائج المترتبه عليها فعلا هتقعد مضايقانا العمر كله، لان ساعتها هم لسه بيدوبك بيكبروا فمش بيبقوا عارفين يتعاملوا مع بشرتهم بشكل مظبوط. فبمجرد لما تبدا تظهر
بيلجأوا بقى للسوشيال ميديا، يبدأوا يشوفوا برودكتس ساعات بتظبط وساعات لا، فممكن تدخلنا في نتائج مترتبه مش مظبوطه. ففي الحاله دي احنا ابسط حاجه ان احنا بنروح للدكتور بيقيم الحاله، بيديها البروتوكول، الغسول، التونر اللي بيعالج الرؤوس البيضاء، حب الشباب في مراحله المختلفه هتبدا تتعالج، فالموضوع يعدي من غير اثار، لان علاج الاثار متعب، بياخد وقت. فكره ظهور الاثار في الشباب او في المرحله دي من العمر بتضايقهم قوي طبعاً. على فكره الولاد والبنات طبعا، فبيبقوا داخلين على مرحله الجامعه، الخطوبه، الجواز، الشغل، سو في الاخر هما مش بيبقوا مبسوطين. فبالتالي ان احنا المفروض نتوجه للدكتور بدري ونعالجها، وما نجريش ورا البرودكت اللي ممكن تبقى كويسه وتظبط وساعات كتير قوي لا. طيب اللي بيحصل بقى نتيجة التعامل السيء مع الحاجات دي يا دكتور في المرحلة دي، الندبات والحفر والحاجات اللي ممكن تحصل، علامات تعمل سكارز أصلا في البشرة بقى بتفضل مع العمر كله، هل ليها علاجات؟ عشان احنا الوقاية أول حاجة في العلاج. الوقاية هتبقى إيه؟ عن طريق إن أنا الحباية لما تطلع أنا مش عايزاكي تلعبي فيها خالص، أو الولد مش عايزاه يلعب فيها، ما يحاولش يفضيها، ما يروحوش يعملوا فيشل في أماكن يقول لهم إحنا هنفضيها فتسيب سكارز مكانها، لا إحنا بنروح ناخد العلاج الموضعي هتخف خالص ومش هتسيب أثر. فدي أول حاجة في العلاج. طب حصلت، في بقى طرق كتيره جدا، فراكشنال ليزر، هنقدر نستعمل البي ار بي بالهاليورونيك اسيد، هنبقى نستعمل سكين بوسترز وهاليورونيك اسيد، نبدا نحقن الندبات، تقطيع الندبات الناس بتخاف منها بس هي كويسه جدا، وحقن سكين بوسترز من تحت بيعالجها نهائي. كل الحاجات دي اقدر اعالج بيها الندبات ونتائجها كويسه، والنتائج بتبقى احلى لو بدانا بدري. كل ما يبقى عندي مشكله لو بداتها بدري هيبقى بالزبط. النتيجه ممكن توصل لمرحله كام؟ يعني اصلاح العيوب بيبقى احلى، بيبقى النتيجه اكتر اسرع. كويس بالزبط. جدا كويس جدا. طيب ايه هي اكسده البشره؟ يعني ايه اكسده بشره؟ ويعني ايه ممكن شخص يبقى عنده بعض الهالات السوداء، الشحوب اللي بيبقى ممكن يفضل معاه لفترات كبيره من حياته؟ كلمه اكسده البشره بتساوي شحوب البشره او عدم وجود نضاره. كويس. في كلام تاني بيتقال انا بنزل كويسه واول ما بنزل وشي بيغمق سنه، فبقى اسمها اكسده البشره. في حاجه اسمها immediate tanning، يعني ايه؟ تاثير للشمس على بشرتك، اول ما تنزلي تغمقي. بقى immediate ما بيقعدش كتير، دي اكسده. لو تستعملي واقد ضد الشمس مظبوط مش هتحصل لك. طيب انا بشرتي ما فيهاش نضاره، انا يا دكتوره مش قادره اقعد من غير ميك اب، انا مش مبسوطه من وشي، انا بحس على طول ان انا بهتانه. الموضوع بسيط، سكين بوسترز، حاجات بتزود تحفيز الكولاجين والإلاستين وبتحسن من التون بتاع الجلد، شدة الجلد، لمعة الجلد، هتخليكي تبقى عندك نضارة ومفيش أكسدة للبشرة. فالموضوع بسيط. بلس والمهم قوي السكين كير بتاعك، الروتين اليومي، الغسول، التونر، مهم ده يا دكتور. المرطب طبعا جدا، المرطب، وقت ضد الشمس وانتي نازلة، حاجات بسيطة لو تعودتي عليها فعلا هتحافظي على جمال بشرتك وشكله لأطول فترة. كويس قوي. طب الناس اللي عندها هالات سودة بشكل قد يكون مرضي يعني، صح، بس مش عارفين ان هي دي فعلا مشكلة حقيقية. هو الهالات السودة بنسبة كبيرة بيبقى فيها جزء مرضي وفيها جزء تجميلي او جمالي. الجزء التجميلي والجمالي ان احنا عندنا حفرة تحت العين، دي بتبقى غائرة فمدية شادو غامق، بالفيلر بنخلص من المشكلة دي. لو مش ده هو السبب الوحيد، في أسباب تانية بتبقى غمقان الجلد. طب إيه اللي بيغمق الجلد تحت العين؟ أنيميا، اضطرابات في الهرمونز والغدة الدرقية والأكل اللي مش صحي، اضطرابات النوم زيادة أو قليل أو عدم انتظام المواعيد، الكافيين، التدخين. ساعات كتيرة قوي بيبقى الناس بيبقى عندهم الأوعية الدموية اللي تحت بتبقى رفيعة قوي وبارزة جدا ومحتقنة. الجلد بيبقى رؤية قوي فبيشف الأوعية الدموية العادية. ففي فيتامين كي وكريمز كتير فيها فيتامين كي بتحسن الموضوع ده جدا. بلس كريمات السكين روتين. استعملت الكريمات ما حسيتش معاها بنتيجة اللي هي عايزاها، في سيشنز بنعملها بتسرع الموضوع وبتوصلها للي هي عايزاه. نبدأ نستعمل مواد بتحفز الكولاجين، مواد بتفتح، سكين بوسترز بتعالجها بشكل قوي جدا، جلسات التفتيح بتاعتها وتقشير خفيف برضو بيحسنها جدا. يعني عندنا تولز كتير نقدر نعالج المشكلة، ما بقاش في حاجة صعبة يا دكتور قدام التجميل والليزر. ده حقيقي. بقى الموضوع التقنيات الخاصة بالتجميل والليزر بقى مجال واسع جدا جدا، وتطورات بقت فيه هائلة.
وده نتيجه للاقبال الكبير، يعني ما بقاش في حد دلوقتي، ما بقاش موضوع مقتصر على كبار السن. عارفه ليه؟ كله دلوقتي شغله الشاغل ايه؟ ستوريز، سوشيال ميديا، سيلفي، فهي عايزه دايما ما تحطش فلتر. وسيب بقى كمان. يس. طيب بمناسبه بقى السوشيال ميديا، بنقول لحضراتكم ان دكتور ساره الحسيني البيجز بتاعتها على الفيسبوك والانستجرام موجوده دلوقتي ظاهره معانا على الشاشه، ممكن حضراتكم تبعتوا اي استفسارات حابين تعرفوها، اي تفاصيل خاصه بالتجميل او تساقط الشعر او الامراض الجلديه طبعا لا قدر الله، في حاجات كتير جدا وتفاصيل جديده هتكون مع دكتور سارة، كمان التقنيات الحديثة المستخدمة، كل ده هيبقى واضح مع حضراتكم في أي استفسارات بتبعتوها أو حتى طبعا الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. طيب أروح بقى مع حضرتك للشعر. الحقيقة الهوس النسائي، إحنا دايما بنهتم أكتر بشعرنا ويكون شكله صحي وحلو، خاصة أن كل فترة كده بتيجي موضة الحاجات وبعد كده ترجع تاني مثلا تركيب الشعر وما إلى ذلك، وبعد كده ترجع تاني إحنا لا أنا مش قادرة أستحمل، أنا عايزة أعيش حياة طبيعية. صح. مع شعر شكله طبيعي وحيوي، ولكن النتائج ما بتكونش أحسن حاجة لو بستخدم الحاجات اللي هي العادية. أوكي. إيه بقى الجديد في الموضوع؟ الشعر مش هوس، الشعر لو جالك 10 كشوفات 20 كشف في العيادة هم هيكشفوا ده مش شعر، هيسألوا نفسهم ويسألوا لأهلهم على مشاكل الشعر، لو هم جايين أصلاً دول مش بتوع شعر. فالشعر حاجة مضايقة الناس كلها، إن فعلاً في مشاكل كتير، سواء تساقط، هيشان، ما بيطولش، بيقع وما بيتعوضش مكانه، فراغات، عايزه شعر يطول يا دكتوره. حتى رجل يعني اكتر حاجه طبعا. لو الراجل داخل انت بتبقي عارفه ان هو بنسبه 90% جاي عشان شعره. بالظبط. ومشاكل الشعر حقيقي كتير، يعني احنا مش بنقدر نوصل للشعر الصحي اللي احنا عايزينه بسهوله، لان الشعر بطبيعته بياخد وقت في العلاج، فالناس بتزهق. الناس ما بتبقاش عارفه تقيم مشكلتها صح، مش عارفين السبب، بيستعملوا حاجات من بره كتير، مش عارفين هي دي مشكلتهم الاساسيه، بلس الابيوز او الاستخدام الخاطئ زي الصبغات، منتجات الفرد الحراري على الشعر اللي دمرت شعر نص العالم. حاجات كثيره قوي. مفيش استثناءات فيها يا دكتور؟ بصي قليلين قوي اللي بيعملوها كويس، وفعلا هو لما بتخشي له بيراعي شعرك طبيعته ايه فبيوجهك صح. كويس. لكن في حاجات كتير قوي تجاريه، فرد حراري، لان الفرد بيغير روابط الشعر، فانت من جوه الشعريه نفسها بتتكسر وبتبوظ، وبتفضل الماده اللي احنا حاطينها من بره دي مع مرور الوقت بتنزل. فبالتالي بيفضل الشعر متكسر واللي متفتفت جوه. فعلى حسب حاله الشعر، ففي ناس شاطره متخصصه قادره تقيم الشعريه صح، هتعرفي امتى لما في حالات بتروح له بيعملها وفي حالات بتروح له ما بيرضاش يعملها. في حالات يعني لمراكز التجميل شعرك ضعيف. مش هنقدر نعمل كذا، ممكن نعمله كذا، تراست هيم. طب بروتوكول، يعني انا دلوقتي لو رايحه مثلا شعري مسبوخ، حالتي مثلا رايحه شعري مسبوخ بيتعرض لحراره طبعا، يعني طبعا، وبعمل صبغات وكل، لكن في نفس الوقت عايزه احافظ عليها على قدر الامكان، هل في روتين او بروتوكول طبعاً اعمله علشان خاطر اقدر احافظ على قدر الامكان ان شعري ما يقعش مثلا او ما يتقصفش؟ هقول لك على حاجه، الطبيعي ان احنا بنهتم، لكن لما ببقى بعمل حاجه ممكن يكون ليها اثر ضار على الشعر سواء شورت تيرم دلوقتي او لونج تيرم، ده معناها ان انا لازم ازود العنايه اللي انا مفروض اعملها لشعري. كويس. سو انت لازم لو بتتعرضي للحراره هتستعملي ليف ان سيروم، روتينك لبشرتك ايكوال روتينك لشعرك، لازم تستعملي لوشنز وامبولز، الدكتور على حسب تركيبه اللوشن وحاله شعرك هيقدر يقيمها. ما تعديش شهر من غير لما تروحي تاخدي عند الدكتور جلسات جروث فاكتورز وليزر لتقويه بصيلات الشعر. سو انت بتقوي الشعرايه من جوه. اوكي. ده لو انت ما عندكيش تساقط، انت بتهتمي بس يعني. شوفي حتى ان انت ما عندكيش مشكله لازم تهتمي وتاخدي جلسات، فما بالك لو في تساقط. زي كده الحاله اللي واضحه معانا كان في فراغات في شعرها كتير. انا عايزه اقول لك ان النتيجه دي في اقل من 3 شهور، يعني في خلال شهر كان وصل النتيجه، اربع ثلاث شهور. دي ايه بقى؟ ايه البروتوكول الخاص بيها لو حد عنده فراغات؟ الحاله دي عندها تساقط شعر وراثي، وجات لي عندها فراغات كتير ولفت الدنيا وما جابتش نتيجه، فجايه لي كده. قلت لها هنمشي مع بعض من الاول وهنقيم الحاله، وبدانا الكورس البروتوكول بتاعنا اكوردنج لحالتها، لان كل حاله بتتحقن غير الثانيه، جروث فاكتورز وكوكتيلز وبروتوكول علاجي بتاخده في البيت تمشي عليه. ودي كانت النتيجه بعد شهر، هي كانت مبسوطه جدا. هايل. ده بقى ده زرع بقى يا دكتوره؟ بالظبط. هنا تساقط شعر وراثي ذكوري، بس هنا خريطه الشعر اكتملت. زرع شعر ورجع شعره تاني شخص تاني. اللي هي تقنيه الاختطاف او اف يو اي. طب الموضوع ده بقى سهل دلوقتي جداً. موضوع زرع الشعر جدا كان الاول ليه تقنيات صعبه شويه، اللي هي شريحه من الجلد
بالظبط. لا لا دلوقتي يمكن بقى مزعجه تقنيه شويه. الاقتطاف، وبياخدوا جرافتس او زرعات من المنطقه اللي فيها الشعر اللي هي من ورا. اقتطاف. يس. وبيبدا يحضر لها المكان اللي هيحقنه هنا او هيشتغل عليه هنا، ونبدا نزرع الجرافتس دي. وعايز اقول لك يعني نسبه الساتسفاكشن ريت وانبساط الرجاله والستات كمان من النتائج حلوه جدا، لان هو اصلا تخيلي هو عنده صلع كامل وبقى عنده شعر. الحاجات دي بقت فعالة جدا جدا وعالجت مشاكل وراثية. يعني احنا بنتكلم عن أمراض وراثية، ما بيبقاش مهما كنت عندك احتياطات انها ما تحصلش هتحصل للأسف. الشباب بقى فيه تطور كبير قوي من ناحية التجميل والليزر والتفاصيل دي. هل في جديد يا دكتور علاجات حب الشباب مثلا بالليزر وحقن مثلا جديد بيخلي الموضوع بيروح بنسبة كبيرة؟ حب الشباب ليه بروتوكول على حسب الحالة، لأن حب الشباب حالة مرضية مش تجميلية. لما بنعالجه صح مفروض ما يسيبش أثر، ولو ساب أثر ليه بروتوكول تاني زي ما قلت من شوية، الليزرز، الفراكشنال ليزر، الدارما بان والماتيريالز بتاعتها، حاجات كتيرة قوي بنقدر نستخدمها. من ضمن مشاكله برضو التصبغات والحفر والبقع اللي بتتكون، دي برضو ليها نتائج حلوة جدا سواء عملنا بروتوكولات علاجية أو بروتوكولات جلسات تقشير بارد أو حاجات للتفتيح في العيادة، بتحسن الموضوع جدا معاهم. فبالتالي الحب الشباب نفسه كحالة علاجها بيبقى لطيف جدا، النتائج بتاعته والسكارس برضو نتائجها حلوة، التصبغات نتائجها حلوة ما بتسيبش أثر، بس المهم إن إحنا ما نسيبش المشكلة تقعد لفترة طويلة. يعني تنصحي يا دكتور يعني لحد ما تخلص مرحلة الـ مثلا البلوغ دي اللي هي من 12 ل 18، تنصحي نخلص الفترة دي ولا ممكن نبدأها من بدري؟ هي مش لازم تستني لما المشكلة تبقى كبيرة، أنت لو عالجتيها من الأول مش هتحتاجي تعملي حاجة بعد كده. ده مش بس الشباب، ده في حاجة اسمها ليت أونست أكني، يعني هتلاقي المامي جاية مع بنوتتها عندها حب شباب. كمان معانا على الشاشة اهي دلوقتي تقريبا البنوتة، مش عارفه بنت ولا ولد، بس ظاهر شكله طبعا صغير وباين فرق كبير جدا في شهر. النتيجه دي في شهر هايل جدا. الناس اللي بتعاني من البشره الدهنيه بالتحديد بقى اكتر ناس بتعاني من مشاكل الحبوب اللي مع اي بقى فصل او اي تغيرات في الفصول بتلاقي بقى ظهر الحاجات دي. البشره الدهنيه والبشره المختلطه اكتر ناس بتعاني من حب الشباب، لان افراز الدهون عندهم زياده. بس عندهم ميزه ان هم ما بيعجزوش بسرعه، غير اصحاب البشره الجافه اللي بيعدوا شبابهم بالدنيا لطيفه جدا، بس بتبدا تظهر عليهم التجاعيد بدري. فيعني عندهم ميزه برضه. حلو جدا. مهم ان احنا بناكد مع حضراتكم تاني ان الاستفسارات الخاصه بالامراض الجلديه والتجميل والليزر والتقنيات الحديثه في هذا المجال بالتحديد اللي بقى واسع جدا، كل التفاصيل دي هتكون مع دكتور ساره الحسيني على البيجز على الفيسبوك وعلى الانستجرام. تفاصيل كتير، هتلاقوا كمان حالات قبل وبعد، ومهم جدا احنا نشوف قبل وبعد عشان نعرف احنا او نتصور احنا شكل المشكله اللي عندنا هتبقى ازاي، يعني علاجها ازاي، لان المجال ده بقى واسع، بس مهم نروح متخصص. بيجيلك اعمار قد ايه يا دكتور علشان خاطر عايزه تعمل نضاره في البشره؟ لان دايما متعارف عليه ان اما اكبر شويه، اما اخش الفورتيز مثلا فيفتيز، يعني خليني لسه بدري. تنصحي بده ولا نبدا بدري شويه؟ لو ظهرت لك مشكلة عالجيها على طول، ما تقعديش بيها. يعني ليه تقعدي عندك مشكلة في بشرتك؟ لو مضايقاكي عالجيها، مش لازم تستني عمر. العمر مش مربوط بالعلاج، العلاج مربوط بالمشكلة. فأنت عندك مشكلة ابدأي عالجيها بدري. تصبغات علاجها سهل، الكلف ومشاكله والحمل والولادة والتصبغات اللي بعدها وانس ولدتي تقدري تيجي تبدأي تعالجيهم كويس جدا. حب الشباب قلنا برضو بيتعالج من بدري، كل ما بتتعالج بدري كل ما نتائجه بتبقى الطف وما بنقعدش متضايقين. صح. فدي برضو حاجه تانية. التجاعيد نفس الكلام، ظهرت عالجيها، مش لازم استنى. انت حظك انها ظهرت لك بشكل مبكر عشان اكيد عندك اسباب، فتعالجيها بدري. صحيح. الموضوع ما بقاش مرتبط بسن خالص، خاصه ان هو المجال الخاص بالامراض الجلديه والتجميل والليزر بقى واسع وبقى متخصص جدا، بقى دقيق جدا في كل التفاصيل الخاصه بيه، سواء الحقن او العلاجات اللي بقت كمان فيري بروفيشنال، او حتى المتخصصين زي دكتور ساره اللي منورانا النهارده في طبيب البلد. بشكرك جدا، نورتي. مرسي. دكتور ساره الحسيني استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر، نورتينا في طبيب البلد. شكرا جزيلا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه لطبيب البلد، دايما معاكم بكل جديد، وخليكم معانا دايما من فضلكم.
اهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقره جديده من طبيب البلد. السعاده بالتاكيد ليها اشكال كتير مختلفه، لكن للزوجين بتبقى سعادتهم الحقيقيه في الانجاب. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن تقنيات جديده في عالم جديد خاص بالحقن المجهري، ان مفيش الحمد لله فقدان امل. فقدان الامل في الانجاب او المشاكل اللي ممكن الزوج والزوجه بيتعرضوا ليها في بدايه زواجهم علشان ينجبوا في الحقيقه طبعا بتكون مقلقه. لكن مجال الحقن المجهري واللي حقق ما يقال عنه مستحيل، عشان كده النهارده هنعرف تفاصيل كتيره من ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور احمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري، ايضا زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، عضو الجمعيه المصريه الالمانيه لجراحه المناظير، هيقول لنا كتير في هذا المجال اللي متخصص فيه بشكل محترف. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. الله يكرمك. الأمل دايما مع الطب الحمد لله ما بيقفش، وكل مدى بيبقى فيه تقنيات وتطور كبير وكتير بيدي أمل أكبر وأكتر، خاصة للمتزوجين أو لنفسهم طبعا في حلم الإنجاب. عايزة كده أبدأ مع حضرتك، إيه الجديد في عمليات الحقن المجهري؟ يعني هو بقاله فترة لكن حقق طفرة كبيرة التقنيات الحديثة الخاصة بيه. أتكلم بقى مع حضرتك عن الحقن المجهري والتلقيح الصناعي، ايه الفرق بينهم وايه التقنيات الجديده فيهم؟ هو الحقن المجهري ان احنا بناخد الحقن المنوي وبنقشر البويضه وبنحقنه داخل البويضه علشان نضمن عمليه التخصيب. من 10 سنين كانت التقنيه دي مش موجوده قوي او مش متوفره قوي عندنا. كنا بنعمل حاجه اسمها اطفال الانابيب، احنا بنحط الحيوانات المنويه جنب البويضات وبنستنى بعد يوم او يوم ونص كده ونشوف حصل اخصاب طبيعي ولا لا. في حالات كتير مثلا كان الحقن المنوي فيه بعض نقص الانزيمات ما بيحترقش البويضه، فلما طلعت طفره الميكروسكوبات الالكترونيه ففكرنا ان احنا نحقن الحيوان المنوي داخل البويضه. كويس جدا. فطبعا ده حل مشاكل كتير جدا لازواج كتير وعمليات كانت بتفشل قبل كده. طبعا النهارده على نسبه النجاح وعمل تطورات كبيره جدا. كويس جدا. موضوع التلقيح الصناعي دي يعتبر صوره كده اوليه من الاخصاب المساعد. ما بتبقاش مكلفة قوي، ما بتبقاش انفيزيف قوي، بتبقى صورة بسيطة. بناخد السائل المنوي بتاع الزوج، نغسله ونطلع الشوائب منه، نطلع الحياة المنوية المشوهة، ناخد السليمة اللي فيها مثلا شفرة وراثية سليمة للزوج، بنضيف عليها مواد مثلا بتزود الحركة وبتزود كفاءة الحياة المنوي، وبنحقنها داخل الرحم أثناء فترة التبويض للسيدة. يعني دي صورة قريبة للحمل الطبيعي، بس طبعا دي بتتناسب مع ناس معينه، حالات معينه، مش كل الحالات بصراحه. يعني استشعرت ان الاولاني تقريبا ليه علاقه بالزوجه والتاني ليه علاقه بالزوج. لا، هما الاثنين متخصصين بالحالتين. يعني هو ممكن يكون في مشكله عند ده او ده او ده. هي بتقيم الحالات طبعا. يعني في حالات بتبقى مناسبه ان تعمل لها تلقيح صناعي شهر او شهرين او ثلاثه. في حالات ما بينفعش معاها تلقيح صناعي وما نضيعش معاها وقت. كويس جدا. الخطوات الخاصة بالحقن المجهري ليها أكتر من خطوة، وفي الحقيقة كمان قبل ما نعمل الخطوات في استعدادات للحقن المجهري للزوج والزوجة، صح؟ صح. نبدأ بقى مع حضرتك، إيه هي الاستعدادات؟ أهم الاستعدادات وأهم النصايح اللي بتبدأ بيها عشان تضمن نجاح بشكل كبير طبعا للحقن المجهري. أهم الخطوات طبعا هي تقييم حالة الزوجة كويس والزوج. يعني الزوجة اللي عندها تكيسات مبايض لها نظام علاج معين، الزوجة اللي عندها سكر مزمن من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو وزنها زايد لها استعدادات خاصة بيها. الزوجة اللي عندها إجهاض متكرر لها استعداد خاصة بيها. الزوجة اللي عندها بطانة رحم مهاجرة لها استعداد خاصة بيها. الزوج اللي عنده مثلا دوالف الخصية له استعدادات. الزوج اللي عنده تشوهات عالية له استعدادات. الزوج اللي عنده أمراض مناعية معينة زي حاجة اسمها سيستيك فايبروزيس له استعدادات. فالأهم حاجة تقييم الحالة كويس، وضعها على الطريق السليم. طبعا الحالات التأخر الإنجاب بيبقى العيان طبعا تايه ولف كتير وصرف طبعاً كتير طبعاً. فهي يعني احنا بنحط العيان على الطريق الصحيح. فكل حالة طبعا أهم حاجة تقييم الحالتين. الحالة لو لها استعدادات ممكن ما نخش الحقن المجهري على طول، ممكن نجهزها شهر أو اتنين بعلاجات تحضيرية، وبعد كده بنحط العيان على البروتوكول الخاص بيها. كويس جدا. هل في أمراض ممكن ما تنفعش معها حقن مجهري؟ هو مش بالشكل ده. يعني هو مثلا يعني في أمراض ممكن تتعارض شوية بس ما تمنعش الحقن المجهري.
يعني مفيش مستحيل معاه ان شاء الله. وسيله اخصاب مساعد، ودي اخر خطوه بنلجا لها للزوجين. فلكن مثلا الامراض اللي ممكن تتعارض بلها لها حالات خاصه، يعني مثلا عيانه عندها اورام ليفيه كتيره في الرحم، دي لازم تتشال قبل العمليه. عيانة عندها انسداد في الأنابيب أو ارتشاح في الأنابيب أو التهابات مزمنة في الأنبوبتين. طبعا الصديد الموجود في الأنبوبة ده لو عملنا الحقن المجهري ممكن يأذي الجنين، يعني الجنين في المراحل دي بيبقى عبارة عن خلايا بدائية. فلازم الالتهابات دي تروح والأنابيب دي تتعالج، إن كان بالعلاج الطبي أو تتقفل أو تتشال. بتبقى ليها يعني هي مش بتتعارض، يعني هي بيبقى لها ليها إجراءات قبل إجراءات معينة. عيانة مثلا بطانة الرحم المهاجرة وعندها التصاقات زيادة في الحوض، دي ليها برضو إن كان مثلا بتفك التصاقات الأول بالمنظار أو على حسب الدرجة نفسها. طيب قبل ما اكمل مع حضرتك برضو تفاصيل خاصه بيها، باكد مع حضراتكم دكتور احمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري، موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، موجود على الفيسبوك الخاص طبعا بيه، واللي تقدروا حضراتكم تتواصلوا معاه البيج باسم دكتور احمد دياب، واللي ممكن تبعتوا له اي اسئله وتتواصلوا معاه كمان على الارقام اللي ظاهره بحضراتكم على الشاشه ومن خلال مراكز الخاصه بدكتور احمد دياب استشاري جراحات النساء والتوليد. طيب ارجع لحضرتك مره تانية، هل نجاح عمليات الحقن ليه علاقه بتقنيات معينه بتبقى موجوده عند يعني مكان او مركز مش موجوده عند اخر، يعني مختلفه هي الامكانيات بتاعته؟ لا اكيد طبعا. يعني الاكويبمنت او التجهيزات للحقن المجهري طبعا دي مهمه جدا. يعني ما ينفعش النهارده مثلا ان احنا 2023 ونشتغل مثلا بتقنيات 2002. ده احنا كل يوم في تطورات في المجال ده. هو بفضل الله طبعا معظم المراكز في مصر بتاع الحقن المجهري على اعلى مستوى الحقيقه. وخبره طبعا بتقف على خبره الدكتور وعلى التقييم بتاع الزوجين زي ما قلنا. فلازم طبعا امكانيات المعمل الحقن المجهري، امكانيات السحب بتاع البويضات، امكانيات التعامل مع الحالات المنويه الضعيفه، امكانيات التعامل في ارجاع الاجنه، الحضانه نفسها اللي بنحفظ فيها الاجنه، لان دي بتعتبر اكن يعني بيئه زي الرحم، بيئة خصبة في الاول في اول 3 4 5 ايام لحد ما ننقل الاجنه. فالامكانيات طبعا عليها دور عالي عالي جدا جدا جدا. طبعا. طيب الطفرات الحديثه في مجال الحقن المجهري، حضرتك بتتكلم على انه بقاله 10 سنين متواجد بشكل كبير في مجال الطب، كل شويه التقنيات الحديثه بتاعته بتتطور بشكل كبير وبقى في ضمان اكتر لنجاح عمليات الحقن المجهري. تمام. هو الحقن المجهري بنشتغل بيه من حوالي 10 سنين، قبل كده بنشتغل بالاطفال الانابيب. النهارده المراكز كلها بنشتغل بطريقه الحقن المجهري، ان احنا بنقشر البويضه وبنحقن الحيوان المنوي زي ما قلت لحضرتك من شويه. الطفرات الحديثه يعني احنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك كل يوم في تطور جديد. يعني من مثلا 7 سنين كنا بنشتغل بحاجه اسمها اكزي، ان احنا بنحقن الحيوان المنوي داخل البويضه. ساعات برضو ما كناش عندنا ماجنيفيكشن كويس او قوه تكبير شويه تحت الميكروسكوب ان احنا نشوف الحيوان المنوي السليم. النهارده في اخر ساعتين ثلاثه في حاجه اسمها امسي، يعني انتراسيتوبلازميك مورفولوجيكالي سيلكتد سبيرم انجكشن، ان احنا تحت الميكروسكوب الالكتروني مع تكبير معين. حضرتك عارفه ان الحيوان المنوي ده هو حامل شفره الزوج. الشفره الوصفيه بتاع الزوج. فلما بنشوفه تحت الميكروسكوب لو بنعرف نحدد كان ده كفء ولا مش كفء. زي ما واضح يا دكتور كان معانا على الشاشه. من شويه الصوره اللي عدت لو ممكن نجيبها تاني. دي احنا بنختار الحيوان المنوي السليم وبنحنه داخل البويضه بعد ما نقشرها. السليم ده بيفرق معانا قوي، ان يعني بنجيب جنين سليم مش مشوه، هيلسي، عنده استعداد انه يكمل الحمل، ما يحصلش اجهاض متكرر. يبقى في اكتر من واحد يا دكتور صحيح؟ لا احنا بنحن كل بويضه لها حيوان منوي، كله بويضه العكس. فالنهارده التقنيه دي بفضل الله موجوده عندنا في مصر من حوالي 3 4 5 سنين، ومعظم دلوقتي المراكز بنشتغل بيها. فدي النهارده حاجه طفره كبيره قوي. في تقنيه ثانيه ان احنا مثلا لو في امراض وراثيه معينه في عائلات معينه، فطبعا دي بتسبب مشكله شويه، فبنعمل بنحلل خليه من الجنين قبل ما نرجعه بحيث نعرف هل الجنين ده سليم ولا مشوه.
هي ممكن تكون مكلفة شوية بس بنختارها في حالات معينة. طبعا دي قبل ما تاريخ المرضي للعيادة. بتبقى دراسة معينة زي التقييم بتاع التقييم الحالة المرضية والتاريخ المرضي. فدي برضه تقنية موجودة الحمد لله، وبنقدر يعني نتغلب شوية على الأمراض الوراثية اللي بتسبب لها مشاكل في بعض العائلات. طب النصايح بقى، يعني مهم الإعداد النفسي والإعداد الدوائي والتفاصيل الخاصة قبل العملية علشان نضمن نسبة النجاح بنسبة كبيرة. تمام. هو النصايح طبعا يعني طبعا المرضى من النوعية دي بقى لهم يعني استرس نفسي وضغط نفسي رهيب. فطبعا الراحة النفسية، وطبعا في المجال ده احنا بنطمن عليهم بنقول لهم ان الضمان في النجاح هو ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا الضمان بتاعنا ان احنا بنحط العين في الطريق السليم. فالنصايح ان احنا بنبعد عن اي استرس نفسي، المجهود الافراط المزمن او العوامل الخطوره اللي ممكن تعرضنا، ان احنا لازم ناخد الدواء في ميعاده، ناخد الدواء بجرعات بتاع الطبيب. بيبقى يعني بتبقى يعني اهم حاجه في الموضوع ده العلاج المناسب في الوقت المناسب بجرعات المناسبه. بعد يعني كان في من شويه الاكل المتوازن. بنقول للعيانه تبعدي عن الاكل الفاست فود اللي هو السريع التحضير اللي مالوش مصدر. بنقول للعيانه لو في اقلاع عن التدخين، في بعض العيان بيدخنوا. الكحوليات، الستايل لايف موديفيكيشن، لو عندها السكر مزمن هنظبطه، لو عندها ضغط عالي، لو عندها التهابات بنعالجها. غير بقى العلاج اللي احنا بنديه بعد ارجاع لاجنه وبنتابع معاها وكل ده. صحيح. طيب دايما بعد عمليات الحقن المجهري، او مش دايما يعني في الاغلب، بتلاقي بعد كده الزوجة او الام جابت بيبي تاني بدون اي مساعدات خارجية. دي حقيقة بتلاقيها. ده ايه سببه؟ هو مش ايه سببه، هو يعني في نسبة دلوقتي 15% من تأخر الانجاب اسمها unexplained، يعني غير معلومة السبب، يعني لسه ما توصلناش قوي للاسباب الخاصة بالنوع ده. فيعني في حالات معينة اللي هي النورم ريسبونس دي، أغلب الحالات مثلا بتعمل حقن مجهري وبعد كده بتحمل لوحدها وبتتفاجئ إنها حامل. يعني آخر شهرين ده كان معايا 4 حالات حصل لهم كده فعلا. 4 حالات. يعني كان حقن مجهري مثلا من 4 سنين ومخدتش وسيلة وثبت نفسها كده، فاجئت إنها حامل. فدي حالات معينة إن إحنا كسرنا الدايرة اللي هي بتاعت عدم حدوث حمل. فدي هل بقى حصل تعديل هرمونات مع الحمل قبل كده؟ يعني بتبقى حاجات بقى ان الحمل نفسه بيعالج بعض انواع الحاجات اللي هي الانكسبلين دي، ممكن تكون بطانه رحم خفيفه الحمل عالجها في 9 شهور دي. بتبقى حاجات لسه تحت الدراسات دلوقتي يعني. لكن لو عيانه عندها مشكله قائمه غير خاضعه للعلاج مزمنه مثلا، زي مثلا سادة الانابيب، يعني دي بتبقى غالبا ما بتحملش الا برضه بالوسائل المساعده. يعني الحاجات دي برضه بتبقى لها لها دراسات معينه. كويس جدا. اول ما الزوجين يا دكتور يعني بيتزوجوا، اول حاجه بيفكروا فيها الانجاب، وما بيعدي الوقت أكيد. بيعدي الشهر الثاني يبتدي الاهل يسالوا ها الاخبار، وبتدي عندهم الضغط النفسي اكبر بكتير من ان هم ممكن حتى يكونوا مأجلين. امتى بالظبط اعرف ان انا كده اتاخرت وكده دخلت مراحل ان في احتماليه ان ما يبقاش في حمل بشكل سهل او يسير؟ والله هو يعني القاعدة العامة ان تأخر الانجاب بنحكم عليه لو حصل تأخر، ما حصلش حمل بعد سنة من الزواج، بس شرط تكون الزوجة عمرها اقل من 35 سنة. يعني السن مهم جدا 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 في الزوجين والزوجة بالذات. وشرط ما يكونش فيه سبب غير خاضع للعلاج. يعني الزوج مثلا عارف انه عنده مثلا تشوهات عالية في السائل المنوي، ده بيستناش. تمام. الزوجة اللي عندها انسداد في الانابيب ومتشخصة قبل كده وعارفة حالتها، دي ما تستناش. الزوج اللي كان متجوز قبل كده وما خلفش عشان كان عنده سبب معين خاص بيه، ده ما يستناش. الزوجة اللي كان برضو عندها اجهاض متكرر او زبا حمراء او اجسام مناعية معينة، دي ما تستناش. لكن لو هي امتى تروح للطبيب؟ تروح له في اي وقت تطمن، يعني الاطمئنان ما فيهوش مشكلة. لكن تدخلنا احنا بوسائل الاخصاب المساعد، أيوة. دي بتتوقف على تقييم الطبيب وتقييم الحالتين والمراحل العمرية للزوجين. صحيح. يعني الزوجة اللي عمرها 20 سنة، البيضة عندها 20 سنة. الزوجة اللي عندها 40 سنة، البيضة عندها 40 سنة. الزوجة اللي عندها 45 سنة، البيضة عندها 45 سنة. الزوجة او الزوج اللي عنده مثلا مرض مزمن او كاشيكسي او عنده مثلا ضعف عام، اكيد الحيوان المائي بتاعه عنده ضعف عام،
الزوجه لو عندها ضعف عام، البيضة عندها ضعف عام. كويس فدي جدا. ده هو الجسم متكامل. فاهم قصد حضرتك؟ طبعا. امتى بقى يعني في اكيد في سؤال للناس بتقول لك امتى اخر سن للحقن المجهري؟ والله من حوالي 10 سنين كان اخر سن عندنا 40 سنه. من حوالي 5 سنين السن طلع ل 42 ودلوقتي لحد 45 سنه. هي. في دراسات جديده قالت لحد 47 سنه، بس دي لسه ما ثبتتش يعني تحت توافر شروط معينه. زي انتظام الدوره، تحليل سليمه، بحيث ما نعرضهاش للريسك الحقن المجهري وما يكونش لها 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 فايده في الاخر يعني. كويس جدا جدا. 47 ده بس لسه ما اجزمناش بيه يعني، الدراسات لسه تحت الدراسات وحتى 45 ولها شروط معينه. دي حقيقه. حتى 45 ده رقم يعني كويس جدا نوصل بيه ان هيبقى فيه احتماليه ان السيده تولد او تخلف او تنجب يعني. ده طبعا لا، احنا في اخر سبع سنين حصل طفرات في تاخر الانجاب وفي علاج تاخر الانجاب الحقن المجهري غير عادي. الحاجات دي من 10 15 سنه ما كناش بنقول لها يعني، ما كناش بنعرف او بنديها امل. لكن دلوقتي بصراحه التقنيه عاليه جدا. عشان كده والله دكتور برضو بنأكد مع حضرتك، مهم جدا جدا التحاليل قبل الزواج، مهم جدا الكشف المبكر علشان ما يحصلش زواج وفي الاخر تقول ان في مشاكل في الانجاب او في مشاكل في الحمل. مهم قبل ده، قبل ما نعمل الخطوه دي او قبل ما نقدم على الخطوه دي، نطمن على نفسنا سواء زوج او زوجه. انا بشكر حضرتك جدا، نورتنا النهارده. وقبل ما نختم مع حضراتكم باكد مع حضراتكم البيج الخاصه بدكتور احمد دياب، استشاري جراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري، موجوده على الفيسبوك. اي تساؤلات طبعا لحضراتكم هيرد عليها الدكتور بنفسه، وكل التساؤلات اللي ممكن تيجي في اذهاننا خاصه المقبلين على الزواج اللي عندهم مشاكل في تاخر الانجاب، ما بقتش في حاجه مستحيلة. أنا بشكرك جدا، نورتنا النهاردة. شكرا لحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. شكرا لحضرتك دكتور أحمد دياب، استشاري جراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن، وعضو الجمعية المصرية الألمانية لجراحة المناظير. شكرا لحضراتكم مرة تانية، وإن شاء الله دايما معاكم بكل جديد في طبيب البلد. خليكم معنا من فضلكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. فقرتنا هنتكلم فيها عن العلاقة الأسرية أو علاقة الزوج بالزوجة، من أكتر المواضيع المعقدة والحساسة الحقيقة، اللي كتير من الرجال بالتحديد بيبقى فيه بعض الإحراج إن هو ما بيقدرش إن هو يعبر عنها أو يتكلم فيها، وبيلجأ في الحقيقة مؤخرا إلى الطبيب المختص. النهاردة نتعرف مع حضراتكم على كثير من التفاصيل اللي بتخص مشاكل العلاقة الخاصة بين الزوجين. مع ضيفي النهاردة اللي منورني في طبيب البلد الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر، واستشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. منورنا في طبيب البلد. الحقيقة جمعنا مع حضرتك كده مجموعة من التساؤلات، واللي محتاجة بشكل كبير جدا ان احنا يعني نعرضها ونقول الاجوبة بتاعتها، خاصة ان هي جاية لنا طبعا عن مشاكل العلاقة الخاصة بين الزوجين. في البداية كده ممكن ابدأ مع حضرتك بمحمد، بيقول انا سني 45 سنة وعندي مشكلة في العلاقة الخاصة مع زوجتي، وده اللي مؤدي الى خلافات كتيرة جدا وقد تؤدي الى الانفصال، اعمل ايه؟ هو طبعا مشكلة الخلافات الزوجية أو خصوصا في العلاقة الخاصة ما بين الزوجين يعني ممكن أو ما بنسميه حاجة اسمها الضعف الجنسي. الضعف الجنسي ده بنسميه يعني هو مصطلح عام، مش مصطلح يعني هو برضو الكلام أو السؤال بتاعه عام شوية. يعني احنا المفروض نعرف طبيعة المشكلة ايه بالظبط عشان نقدر نعالج. هو محرج بزيادة. بالظبط كده. هو طبعا موضوع الضعف الجنسي هو مش كلمة ضعف جنسي، لا هي كلمة عامة تحت منها حاجة اسمها ضعف الانتصاب، تحت منها حاجة اسمها ضعف الرغبة الجنسية، حاجة اسمها مشاكل القصف سواء سرعة قصف أو قصف مدمم أو قصف مرتجع، أو ممكن يكون بعض الناس عندهم مشاكل مفيش قصف أصلا. فطبعا دي كلها مشاكل، يعني دي كلها مشاكل ما بين الزوجين. فالضعف الانتصاب هو عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب، هو أصلا ما عندوش قدرة على الانتصاب أو ما عندوش قدرة على الحفاظ على الانتصاب. كويس. أو ممكن يكون مشكلة عنده في إن هو عنده سرعة قصف، وبالتالي بيترجم ده إن هو عنده مشكلة في ضعف الانتصاب. يعني إحنا دورنا كدكتور لما بنقعد مع المريض، وكمان المفروض نقعد معاه هو والزوجة، مش هو لوحده. كويس. إن هو ممكن يقول لك مثلا أو يقول لنا مثلا حاجات معينة، ونتفاجأ إن الزوجة لما بنقعد معاها بيبقى طبيعة مختلفة تماما. ف
فطبعا دي حاجه ممكن تؤدي طبعا لانفصال ما بين الزوجين. فعشان كده لازم ندور على حل. الحل طبعا ان احنا بنبدا بمعرفه السبب. اول حاجه السبب ده بنعرفه ان احنا بنقعد ناخد تاريخ مرضي، طبيعه العلاقه مع الزوجه، هل في العلاقه قبل كده كانت ازاي ودلوقتي فيها مشاكل ولا ما فيش. المريض بياخد ادويه لضعف الانتصاب ولا بياخدش، المريض مدخن بيتناول ادويه معينه، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل زي السكر. لازم نفهم طبيعه المرض اصلا. بالظبط. تاني حاجه بنشخص هل هو المشكله عنده ضعف رغبه جنسيه. في بعض الناس بيبقى عندهم خلل هرموني، فعنده نقص في هرمون الذكوره او عنده زياده في هرمون البرولاكتين، وبالتالي ده طبعا بيتعرف بالفحوصات. ممكن يحتاج اشعه اسمها اشعه الدوبلر على العضو الذكري، فبنعرف هل فعلا عنده تسريب وريدي، عنده مشكله في الشرايين بتاعه العضو ولا لا. كل دي طبعا بيندرج ان احنا نقدر نعالج. اللي انا عايز اقوله ان احنا مصطلح ان هو في مشكله ما بين العلاقه ده مصطلح عام. تمام. لازم نخصص. لازم نبقى مخصصين شويه. صحيح. نعرف ايه طبيعه العلاقه، هل قد يكون مشاكل خلافات يوميه، مشاحنات نفسيه، وده بيأثر طبعا على طبيعه العلاقه. المشاحنات دي نفسها بتأثر على العلاقه، بتأثر طبعاً على جو البيت، بتأثر على الابناء طبعا. طبعا. طيب سؤال اخر بيقول اعاني من مشاكل في البروستاتا، مشاكل في التبول، سني 35 سنه، هل ده بيؤدي في مشاكل في العلاقه الخاصه مع زوجتي؟ طبعا ده سؤال مهم الحقيقه. طبعا مشكله البروستاتا في سن الشباب من الحاجات المؤرقه جدا. ممكن هو يكون عنده مشكله، الم شديد جدا تحت العانه، الم ما بين الخصيه وفتحه الشرج، الم في راس العضو نفسه، طبعا البول نفسه ضعيف، حرقان، دخول حمام باستمرار، عنده الم شديد جدا. ودي من الحاجات اللي احنا بنقابلها بنسميها كرونيك بروستايتس، يعني التهاب مزمن في البروستاتا. طيب هل ده علاجه سهل؟ علاجه سهل، بس مشكلته علاجه طويل شويه، بياخد وقت طويل جدا. هل ده بيأثر على العلاقة؟ طبعا ممكن يأثر على العلاقة، لأن هو طبعا عنده ألم شديد. ممكن في بعض الناس عندهم حرقان أثناء العلاقة وأثناء القصف. فالحرقان الشديد ده أو الألم الشديد ده بيأثر، بيخليه ينفر من العلاقة، بيخليه يبعد عن العلاقة أصلا، بيتجنبها، ممكن أصلا ما يجيلوش رغبة، ما بيكملش علاقة مع الزوجة، الزوجة نفسها بتبدأ تتضايق، بيبدأ طبعا بتصاب باحتقان في الأعضاء التناسلية، وده طبعا بيخلي الاثنين ينفروا من العلاقة. فطبعا التهاب البروستاتا هو لازم نشخصه. ده طبعا ليه تحاليل معينه، ليه اشعاعات معينه، لازم نعرف هل فعلا ده سبب بروستاتا ولا لا. فلو في سبب في البروستاتا لازم نعالجه، ان هو لو فضل معاه طبعا هو مش حاجه خطر ان هو ممكن يقلب بسرطانات او يقلب باورام، لا هو مرض بس بيأثر على العلاقه، بيأثر على طبيعه شغله. بعض الناس يبقى قاعد في المكتب، واحد مثلا عنده عايز يقول شو عايز يدخل حمام مش قادر، نازل من البيت ورايح الشغل، ليه كل دقيقه داخل حمام خارج من الحمام، خايف مثلا يجيله الحاح في البول او يجيله زنقه بول وهو مثلا راكب عربيته او راكب مواصله. فطبعا ده مع الوقت فعلا قد يؤثر على العلاقه الجنسيه، ده اكيد. يعني علاجات البروستاتا يا دكتور تطورت بشكل كبير جدا، برضو ندي كده يعني مقدمه سريعه. علاجات البروستاتا طبعا فعلا الحقيقه تطورت. في السن الصغير معظمها علاجات ادويه، بيبقى حاجه اسمها مضادات، طبعا مضادات حيويه حسب المزرعه اللي بتخرج بعد بعض التحليلات. في حاجة اسمها الألفا بلوكرز أو حاجات بتساعد على تدفق البول، في بعض الأدوية اللي بتثبط المثانة شوية. حاليا بقى في السن الكبير في حاجات كتيرة ظهرت، حاجة زي التبخير، حاجة اسمها الليزر، حاجة اسمها الريزوم. ده الريزوم طبعا ده برضو عمل طفرة كبيرة جدا. كويس. في بعض الناس ما كانش طبعا بيبقى سنه كبير جدا مش قادر يعمل عملية، الدكتور التخدير قال له أنت مش قادر تعمل عملية، فبالتالي بيركب قسطرة، القسطرة دي بتفضل معاه فترة طويلة جدا. لا دلوقتي بنقدر نقول ان احنا المريض ده ممكن بعلاج موضعي بحقن، يعني بتخدير موضعي مش تخدير لا نصفي ولا كلي. كويس. ممكن جدا. تخدير موضعي. العمليه لا تستغرق 10 دقائق، بنعمل حاجه اسمها حقن لبخار الميه داخل انسجه البروستاتا، ده مع الوقت بيخلي البروستاتا نفسها حجمها يقل، وبالتالي المريض ممكن يتبول بعد كده. دول كان الناس ما كانش ليهم امل. بعض الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في القلب وعنده سيوله في الدم برضه مش هيقدر يعمل عمليه، لا ده بنقدر نعمل له حاجه اسمها التبخير، او سواء بالبلازما او بالليزر. المريض ده كنا بنخاف ان هو ينزف اثناء العمليه، فكنا مع المنظار العادي او مع الطرق الجراحيه طبعا دي كانت بتعمل مشاكل كبيره جدا. لا دلوقتي بقدر اقول ان المريض ده يقدر يعمل عمليه، وهو كمان بياخد ادويه السيوله، ما عندناش كويس جدا اي مشاكل خالص يعني. طيب عندنا أيضا سؤال يا دكتور بيقول أعاني من صغر في حجم الأعضاء التناسلية، أخاف من الزواج لعدم الإحراج، بما تنصحني؟ هو الحقيقة طبعا السؤال ده مهم قوي، لأن فعلا في العيادات بتاعتنا كل يوم بيجي لي مريض بيعاني من صغر حجم الأعضاء التناسلية. يمكن تقريبا كمان على الرسائل على الواتس على الفيسبوك، دكتور عايز تكبير العضو، دكتور عايز مش عارف كريمات،
وحضرتك عارفه طبعا الحاجات بقى على النت كل يوم طبعًا. كريم مش عارف مرخصة ايه تلاقي كريمات مش عارف ايه طبعا ادويه راس مش عارف ايه الحاجات دي طبعا خطر جدا ان هو بياخدها ومش عارف هو ايه بالظبط. طبعا مشكله الناس دول بيبقى عندهم صغر في حجم الاعضاء التناسليه. هو الحقيقه ليه كذا سبب ممكن يكون حقيقي، يعني هو يكون فعلا المريض ده عنده صغر في حجم الاعضاء التناسليه. وده طبعا بنكتشفه من ساعه الطفوله، يعني دور الام برضو انها تاخد بالها من طفلها وتراقبه هل فعلا هو عنده صغر في حجم الاعضاء التناسليه ولا لا، صغر في حجم الخصيه ولا لا. ده بيوتر الاهل، بيوتر الاب والام. طب ولما تعرف من بدري ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعالجه بدري، يعني ممكن يعني يعالج بدري عليك. لان هو بعض الناس يجي يدخل في مرحله سن البلوغ وعنده مشكله في صغر حجم الاعضاء التناسليه ويحصل بلوغ متاخر، وممكن ما يحصلش بلوغ اصلا، فده بيأثر على الانجاب. فطبعا ده قد يكون حقيقي، يعني هو فعلا عنده مشكله صغر، او عنده مثلا النمو بتاعه متاخر، او عنده البلوغ متاخر، او عنده الخصيه حجمها صغير، فده بنسميه حقيقي. في بعض الناس يكون ظاهري، يعني هو طبيعي جدا ما عندوش اي مشكله، بس حجم العضو لما الام تشوفه او الشخص نفسه يشوفه او سن الشباب او كده يحس ان الحجم صغر، يقول مثلا كان كويس وصغر. طبعا ده مهم جدا. بعض الناس بيبقى عنده دهون شديده جدا في منطقه العانه، فالدهون دي بيحصل بنسميه باريد بينس، يعني العضو نفسه بيدخل جوه الدهون فبيبقى في جزء كبير جدا من العضو مختفي. ده طبعا بيعمل يعني قلق للشخص، وفي نفس الوقت هو بيتهيأ له ان ده بدا ياثر على العلاقه. وممكن بعض الناس يكون وهمي، هو كويس جدا ما عندوش اي مشكله، بس عنده هاجس نفسي ان الحجم العضو بتاعه صغير، عنده مشكله كبيره جدا. فيجي بعض الناس ما بيرضاش يتجوز، بيخاف من قبل الموضوع ده. يعني انا بصراحه بشوف الموضوع ده مهم جدا، لان هو بيبعد عن الجواز، بيخاف يقول لا انا هحرج نفسي، هيبقى في مشكله مع الزوجه. هو الفكره احنا كحجم ما فيش منه مشكله، لكن العبره ان هو يكون في انتصاب، فطالما في انتصاب فبالتالي ما فيش مشكله. تمام. فلازم دور الدكتور اللي هو يعني يعرف بقى هل ده فعلا حقيقي، عنده مشكله خلل هرموني ولا لا. تمام. ويبدا يعالجه. هل ده ظاهري، يعني هو فعلا عنده العضو المدفون ولا لا، بنسميه العضو المدفون او العضو المدفون سواء في الاطفال او كبار السن، او فعلا عنده وهمي. لان يعني بلاقي ناس بتوصل لسن الخمسين سنه ولسه ما اتجوزش وهو عنده هاجس نفسي، هو طبيعي ما عندوش اي مشكله. طيب البدائل بقى، يعني بدل ما الشخص ده يلجا للنت او يلجا من شخص لشخص وهكذا، يعني زي ما هو مشاع، ايه البدائل الموضوع؟ يروح للدكتور، ده لازم يروح للدكتور بتاعه. الام دورها ان هي تاخد طفلها، بيبقى في اختلاف، هل في اختلاف ما بينها وبين اخوه، شكل العضو نفسه مختلف ولا لا، هل الطفل ده عنده سمنه ولا ما عندوش سمنه، الشخص نفسه اللي هو عنده مشكله وحاسس عنده خجل، فبالتالي ما بيقدرش هو يواجه المشكله. كل ده ليه علاجات، يعني طبعا على حسب كل ده ليه علاج حسب بقى الحاله. دور ان انا اشخص الحاله. كويس جدا. نتكلم برضو مع حضرتك عن دوالي الخصيه. برضو عندنا سؤال، شخص متزوج عنده دوالي في الخصيه وبتؤثر على العلاقه الزوجيه وعامله له مشاكل في العلاقه، طيب ايه الحل؟ دوالي الخصيه زي ما حضرتك قلتي هي، او يعني هي عباره عن تمدد في انسجه الخصيه. بنكتشفها ازاي؟ بنكتشفها ان المريض ممكن يكون عنده تغير في شكل الخصيه، شكل الخصيه نفسه مختلف سواء في الاطفال او الكبار. ممكن يكون عنده مشكله في الانجاب. احنا من ضمن الحاجات، من اشهر الاسباب اللي هي قد تؤثر على الانجاب هي دوالي الخصيه، من اشهر الحاجات اللي ممكن نعالجها. كويس جدا. طرق العلاج بقت سهله دلوقتي، اكتر حاجه حاليا هي اسمها الجراحه الميكروسكوبيه. دي اكتر حاجه بنعالجها بالجراحه الميكروسكوبيه. فكرة بقى السؤال بتاع حضرتك، هو بيأثر على العلاقه الزوجيه ولا لا؟ الناس كتير جدا بتعتقد ان دوالي الخصيه ليها علاقه بالعلاقه الزوجيه. لا، هو طبعا الدوالي ما لهاش علاقه نهائي بتأثر على الانتصاب، هي بتؤثر على الانجاب. تمام. لكن ما لهاش علاقه مباشره بموضوع ضعف الانتصاب او الضعف الجنسي عموما. ليها دور في موضوع الانجاب، لانها بتاثر على العدد، ممكن تاثر على الحركه بتاعت الحيوانات المنويه، ممكن تؤدي الى حدوث تشوهات. في ناس كتير جدا بتربط وجود الدوالي بضعف الانتصاب. هي في بعض الابحاث قالت الكلام ده، لكن ان هو لم يثبت علميا، لكن ما فيش علاقه مباشره ما بين الدوالي وضعف الانتصاب. لكن في بعض الحالات المتاخره، يعني بعض الناس مثلا عنده دوالي واهملها وسابها لسنين، فبدات الدوالي تاثر على الخصيه وبدات تعمل ضمور في الخصيه. فطبعا الخصيه دي هي المصنع اللي بيطلع هرمون الذكوره، فبالتالي قد يؤثر على الرغبه الجنسيه، قد يؤدي الى ضعف الانتصاب. لكن الدوالي ما لهاش علاقه مباشره بموضوع العلاقه الزوجيه او موضوع ضعف الانتصاب. كويس جدا. بس مهم جدا انك يعني تتجه الى الطبيب عشان تعرف ايه مشكلتك بالظبط، عشان طبعا علاجات الدوالي ما بقتش فيه اسهل منها في الحقيقه دلوقتي. طيب تناول ادويه الاكتئاب وادويه الصرع،
هل ليها مشاكل على القدرة الجنسية؟ هي طبعا من الحاجات اللي بتأثر، دي فعلا برضو من الحاجات اللي بنقابلها كتير قوي في العيادة. بتلاقي مريض عنده مشكلة، هو عنده بيروح دكتور نفساني، بياخد أدوية اكتئاب، هو ممكن من نفسه بيروح الصيدلية بياخد أدوية، بيقول لك أنا عندي اكتئاب، أنا متضايق، أنا كذا أنا كذا، فبياخد أدوية. ودي طبعا دي خطر جدا. مع الوقت الأدوية دي أحيانا قد تؤدي، عايز أقول لحضرتك، المشاكل الضعف الجنسي بأنواعه ممكن تؤدي إلى عدم الرغبة الجنسية. ونفسه عنده اكتئاب بياخد الادويه، الادويه دي بتعمل مشاكل على المزاج او بتاثر على المخ احيانا، فدي تؤدي الى ضعف الرغبه الجنسيه. ونعمل تحاليل ونعمل فحوصات للمريض ويلاقي هرموناته كويسه، هرمون الذكوره بتاعه كويس، هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن بتاعه كويس، ما عندوش مشكله، ونفاجئ ان الدواء ده نفسه هو اللي عامل مشكله. في بعض الناس بتتناول ادويه اكتئاب لعلاج سرعه القصف، هو مش عارف الجرعه كام، ومش عارف الادويه كام، او مش عارف هي بتتاخد بطريقه ازاي، فبالتالي ده مع الوقت ده قد يضعف الانتصاب او قد يؤدي الى ضعف الانتصاب. فبالتالي جزئيه ان احنا يعني لازم انا مع الدكتور اقول له الادويه باخد ايه والجرعه باخدها ازاي، وراجعها برضو مع دكتور يعني النفسيه. يعني مهم مجرد ما يشعر ان في خلل او في اي مشكله في العلاقه الخاصه مع زوجته انه لازم يلجا لطبيب متخصص. مظبوط، عشان على الاقل يظبط الجرعه مع دكتور النفسيه او الدكتور اللي هو واخدها عن طريق دكتور معين. ممكن تكون هي اللي مأثره وعامله ضعف الانتصاب او ضعف الرغبه الجنسيه. كويس جدا. طيب عملت ايش؟ عملت اشعه وطلع فيه تسريب وريد، اعمل ايه؟ هو طبعا كلمه تسريب وريدي دي يعني بقى مصطلح شائع قوي دلوقتي. كلمه تسريب وريدي يعني مجازا كده انا بقصد بيها موضوع ضعف الانتصاب. هو ده حاجه اللي هو التشخيص نفسه. تمام. المريض لما يكون عنده مشكله سواء في ضعف الانتصاب او ضعف الرغبه، احيانا بنحتاج نعمل اشعه معينه. الاشعه دي اسمها بينايل دوبلر او اشعه دوبلر على العضو الذكري. الاشعه دي ممكن الاقي فيها مشكله في ضخ الدم، يعني هو الطبيعي ان في ضخ دم بيحصل في الانسجه الكهفيه، والدم بيرجع في الوريد. فاحيانا ما بيحصلش ضغط على الوريد كويس، فبالتالي الاشعه بتطلع ان في حاجه اسمها تسريب وريدي. فالمريض لما بيقول له تسريب وريدي بيبدا طبعا يتخض ويقول طبعا تسريب وريدي. لا، هو التسريب وريدي طبعا ليه علاج. العلاج طبعا حسب درجاته، يعني في درجه بسيطه، في درجه متوسطه، في درجه كبيره. الدرجه المتوسطه احيانا بتستجيب للعلاج والمريض بيتحسن جدا وبيبقى كويس. الدرجه المتوسطه احيانا بنلجا لبعض الادويه مع حاجه اسمها العلاج بالموجات التصادميه، زي ما اتكلمنا برضو في حالات قبل كده قلنا ممكن حقن البلازما. احيانا المريض بيحتاج الى دعامه. فالتسريب الوريدي اصبح مرض له علاج، يعني زمان كنا بياخد علاجات كده ما فيش طرق جراحيه. أيوة. لا، الحل الامثل حاليا حاجه اسمها الدعام. جراحات الميكروسكوب سهلت بشكل كبير جدا في قطاع الامراض الذكوره بالتحديد يا دكتور، ان تطوراتها كبيره قوي وسريعه وبقت سهله. جراحات اليوم الواحد زي ما بيقولوا ما بقتش حتى الشكل الجراحي اللي يخض او اللي يخلي الشخص اللي عنده مشكله ما يعملش اقدام على الخطوه. الجراحات الميكروسكوبيه، عايز اقول لحضرتك، موجود الميكروسكوب في مجال الذكوره من الحاجات المهمه جدا. ميكروسكوب ممكن نستعمله في جراحات الدوائل الخصيه، ودي من انجح العمليات الموجوده حاليا. كويس قوي. الميكروسكوب ممكن نستعمله في ان انا اعمل استخلاص حيوانات منويه او تفتيش على حيوانات منويه من الخصيه. كويس. الميكروسكوب ممكن استعمله ان انا اعمل حاجه اسمها توصيل الحبل المنوي. يعني بعض الناس كده بيبقى عندهم مشاكل انسداد في الحبل المنوي، فبقدر انا عن طريق الميكروسكوب او استخدام الميكروسكوب ان انا اعمل توصيل للحبل المنوي. فطبعا الميكروسكوب لا اصبح مهم، ممكن دلوقتي حاجات اللي هي يعني، وده بيساعد في ان مثلا واحد عنده دوالي، لما انا اعملها بتقنيه الميكروسكوب فرصه رجوع الدوالي نفسها بتقل، ما بتبقاش زي الطرق العاديه او الطرق الجراحيه العاديه. كويس قوي. فالميكروسكوب طبعا لا مهم جدا في المجال بتاعنا. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المهمه جدا اتكلمنا فيها عن الوعي الكبير عشان ما نوصلش الى مرحله الانفصال او الاسره مهدده انها يبقى فيها مشاكل او ما الى ذلك بسبب طبعا يعني المشاكل في العلاقه الزوجيه. مهم قوي ان احنا يعني نعرف نتجه لمين عشان يبقى عندنا وعي بكل المشاكل زي كده معرضنا مع حضراتكم. جزيل الشكر لحضرتك، نورتنا النهارده في طبيب البلد الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ ورئيس قسم المسالك البوليه والتناسليه بكليه طب بنات جامعه الازهر، واستشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي، كان طبيب البلد معنا النهارده. شكرا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه لطبيب البلد، دايما معاكم بكل جديد ان شاء الله.